رئيس تبون يضع برنامجا استعجاليا واستثنائيا فور انتهاء مجلس الوزراء وخلال 48 ساعة على أقصى تقدير لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء شروب، حيث وجه رئيس الجمهورية لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد بخصوص تزويد ولاية تيارت بالماء شروب لإشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي الذي أمر فيه بإنجاز مشروع لتحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كيلومتر، حيث الأشغال جارية. أسديت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما، وكذلك إنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجرمايا من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت، وإنجاز 8500 متر طولي من الآبار. كما أمر الرئيس تبون على إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشايقة الرحوية وسيدي بختي ومشروع الصفا من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب على مستوى البلديات التي تسجل عجزا في التموين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.